أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. آمين. إخوتي الأعزاء، درسنا نعاو وحو نقونا يا عشر كي بقول يا أفر يا لباتنا دي تفسير كقرآن كريم كأكنا بالله مدونا آية بقول إيا لحدا إيا شن سورة البقرة كمدا مركو إلهي تبارك وتعالى وإنو قصو ورمي جهدا عدوغو إنقحيغو إيا مكرق عدوغينا إيو قلبي أدي قود إيا نحريس درهدودا رب تبارك وتعالى وحو هدنا إنو قصو ورمي إلهي أود ديس إيا عدم ديس إيا قدر ديس إيا صنع ديس إن في خلق السماوات والأرض سيديد مسلو استبتشوغا ودمان تودود معجزة أيو إلهي عشر كيني حالي إنو قصو ختمي iyadu mucjisooyinka iyo sanacooyinka iyo farsamada ilaahay meel walba ay waadax tahay hadana bal fiiriya binaaadmiga qaarkood inaanu samaha iyo wanaagu qancinin oo makhluuqaad adooma ah ayay ilaahay ka dhigtaan ilaahay sancada lahaana way caasiyaan marka ilaahay wuxuu leeyahay wa min annaasi dadka waxaa kamida man qaarba kamida yattakhidhu ya samaysanaya يتخذ سميسانيا من دون الله إلهي كسوك أندادا سنميال إلهي أي لسميان ند وحل إلى هذا ووحي وحل لسمو أي ند إلى هذا مخلوقات كإنسان كوحا كم دقار سميسانيا شيء أي إلهي لسمان أود إله نموك لا أي اعترافان كوا أي اعتراف سيهين وأصنام تام إلهي ذا باطل كأبي يحبونهم آدي آد وشعليهن كحب الله سيدي إله لو شعلان لها سلم بذا أي قلب قود آدي آد وشعليها أصنامت والذين كوا آمنوا إله حق أرمي يباسي أشد حبا لله إلهي شعيلك أي مؤمنين تؤقبان إيو مشركين تأصنامت ودى سيدي وشعليهن وحا أديك بضن مسلمين تو سيدي ربي وجعليهن سبب مشركين تو وحالغايا باروحا قلبي جيس اني دور اله اما دور صنم اني كوى ذاك تمام لكن روحا مسلم كقلبي جيس اله كليا كوين وركا وانا اوجي هاي الهي نعمد وقفك بن ادم جاسي يا ابالك الهي اوجالي شعيلك قالت اوقفت الهي الكودنا وشعيل عصيانا هون وما أركان وح أو وح لالية وح نعمة أو أي أصنام تاسي أو هيان سيدا درتيد أيا مسلمكو وقالك القعل بدن يا هاي ربي قالدو سيدا ربي يالكو دي أصنام تو دوج عليهن والذين آمنوا دولك إلهي الرميبا أشد حبا لله إلهي وقالك القعل بدن ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى أي ولو يعلم رآدا بمعنى علم وإيمانت ولو يرى هدو وحكو وغان لها الذين ظلموا كو وقالوا بي الدنيا دجوغا إن اون هدو وحكو وغان لهايين أي وحكا سي فهم لهايين إذ قورتا يرون العذاب عذاب كما لنتا عندها صار دونان هدو إن اون الدنيا دا انتا جوغا وحون كسي فهم لهايين لعلموا وحي وغان لهايين أن القوة لله جميعا
أود لما أنتيد إني إلهي أسقناتي عدك لبل لما يعابدين حجمك إيا عليسك عذابك آخر لي هاي هدي أي وحك فهم لهايين أما أي وحك أغان لهايين إنت إفك تشوغان مركي لي إلهي ما يعاصيين سببت أوه لعلموا وحي أغان لهايين أن القوة لله جميعا يرى وحن كم عن يعلم أن القوة هرتدنا وحن قدرت العلمو وحن مركا الله ده ولو هدي يرى الذين أي أغيهين الذين دول كظلموا قالوا بي إذ وقت هدي وحون علم جيد أغيهين وقت قاسو يرون العذاب عذاب كآخراء أرك دونان حالة دودو سيدي أقلب من دونتو يدرين كودو سيدو أعبسان دونا هدي وحون كسي فهم لهايين أنت إفك تشوغان لعلمو وحي أغان لهايين هدي علمك آخرة وحون أي كدال عن لهايين وحي قير لهايين أن القوة لله جميعا أود لما أنت إلهي إن أي تايب أغان لهايين وحكلوي أغان لهايين ولعلمو وحي أغان لهايين وكالي أن الله شديد العذاب عدك استوى عقاب كهن جبته عد إلهي كعذاب كلوري إنا نجرين أي فهم لهايين مركز إلهي كلي كعبس لهايين لكن وحا هلك أدقي وجهلي أقوان درو هدو عذاب كمركة أركان عتاب كود اللغة فردي ماي هلك إلهي وحو كقور رمي آيادا سو سعوتا قورت إلهي قيامها خلقك صوتوا إنتي هوغانك هايسية إنتي هوغانك اللو هاي ظلمك إسوه هيلين جرتي مركة إلهي هوري مادان عدي مدحدة أهيد ويكبرين نقون دونان كوي أي مدحدة أهيين معاصدي أي كو أمرين أي فليين وحي أرانيان إذنك وقعانتا ونوال بابا دوسكا قدويين وحي آدقو آدقبتا آداء السولة هنا شيغننا أي أرانيان مدحدة مركة أسي قولا دي مدحدة الله أها إنتي آدي آد السعيل كان بيان ويفرت دحدة كقنينان أي أرانيان هدان فرصد ما أنت إلهي نصيه وأدو يدي دبنا لوغو عليه وعنان لهاي ده وما أنت سيدا نوغب والليستين أننا آنو إفقي مرلبات آنو إذن كب والليسنون نداهنو أفق بورك كغرصدا لكن واللو آل لقارينينو وحان ما أنت لسورة قلينين بيكو إسكو عيلكان بيهيان واركن آنكا غور رميانا سيداو إلهي وغور رمي بو آخرة ودعيا ما أنتي مركا في عانتي قفكو إنو عقلي جيسا استعمالي إساقو إيان عقلي جيسا قفكو لو آن دن أولهين دن كا أهين آنو كا استعمالين وادكر يا رسول الله يا محمد رسولك إلهي وحاد كورن تحالد أدق بعد دن بيسيه إذ وقت كورن خلقك وغورن تبرأ وكبرين نقن دونو الذين كوي اتبعوا للراعي كوي مدحضة أها إلا الراعي مركة يكبرين نقونيان من الذين كوي أي كبرين نقونيان اتبعوا الراعي كوي للراعي ما لنت يكبرين نقونيان كوي الراعي ما لنت يفجع أي أمنكا قتاقن يدود حلقا يويوتنكا ما لنت كورا ورأوا العذاب كان وحلومي يكل اللومي لبضو بنا ورأوا أي أركان العذاب عذاب كي جهنمو هلكا سلسلة اللقو حجين ينا أي أركان وتقطعت أي كلاقو أضي بهم حقودة الأسباب حرير كي كده حينشري إلا يسكو حريرين شري من كان مدحدة أي كان مدحدة اللوية هاي حرير كي أوديد أي سوشيغان شري إنما أنت متجرو والله بروحو يسكو أودة حرير كي معمول أي كده حينشري إنما أنت ميالو سيقال دنباي أو استعمالين أودي ربي أسيئي والدنيا دا إنتي جوغين وتقطعت أي قوضو بهم حقو ذا الأسباب حريريالكي كرد حيي أردن نمان تمتشيران أنيقا كاسر ريا أمر كيكا قادة صعون ميسو كيسر ريا نمان تواكا قبحي كيهو سيي ما لنتا سيدا سنعي دونتو خلقك وقور نبي محمدو يأ الدنيا دا نكود دقمن دعا فضل لدران أيائي وقال الذين مركي سيدا سنعدي أي لقا قبحي كوي مدحد الله أها هذا الباكا صبحي كواس وقال وحو كترابي الذين دولك اتبعوا راعي دبردونك أها وحي أرندونا وعطو قود النقندونا لو أن لنا هديو نوصبنا لها كرة رقع العلين هديد دي بيعلين الدنيا دنبنا لو يقليل لها لكان أحسن الله وعنا لها إذا
oo maxaad samayn lahaydeen haddii adduunya dambe la idin geeyo oo fanatabara'a annana aanu ka beri noqonno minhum iyaga siday maanta cidla noogaga dhaqaaqeen baanu annana markii adduunyada nalagu celiyo aanu odhan lahayn afka boodhka ka qarsado oo aanu cidla kaga dhaqaaqi lahayn oo fanatabara'a aan ka beri noqonno minhum madaxda kamaa sidii tabara'uu minna ay maanta annaga nooga gacan taagteen ay nooga beri noqdeen ayaanu annana ka gacan taagan lahaynoo aanu odhan lahayn mar dambena hallayn maysaan kadaalika sidaa aad arkaysaanba yuriihim allaahu ilaahay idin tusayaa ou tusayaa ilaahay acmaalahum ma ku ah calayhim dushooda wixii ay ka shaqeeyeen iyo madaxdii ay u shaqeeyeen ay dulmiga ugu hiiliyeen iyo noloshooda cimrigoodii halkay ku qaateen dhammaantood sida waxay soo hormarayaan filimka iyagoo qoomamo iyo xasaraad iyo ciilkaambi ku ah kadaalika sida aad arkayseen idinkoo ifka jooga xaaladda aakhira la idinka waramay ayuu yuriihim allaahu rabbigood tusi doonaa daalimiinta acmaalahum camalkii ay kasbadeen intay adduunyada joogeen bay arki doonaan xaal xasaraatin ay qoomamo calayhim dushooda ay ku noqon doonto wamaa hum mana ahaan doonaan bikhaarijiina min annaar kuwa naarta ka daldoorsanaya oo ka bixi doona ma ahan halkaasaa degelkooda iyo jabadka ay ku waarayaan halkaasuu ahaan doonaa meel allaaliya meel ay uga guuraanna male yaa ayuha annaasu dadow kuluu quuta oo cuna mimaa fi lardi ashyaada dhulka taalla xalaalan xaal u yahay kii xalaal ah tayiban oo aan dhib idinku hayn oo aan naftiinna iyo maalkiinnana aan dhibaato ku keenaynin markaan adduunyada wax badan baa yaalla sida xoolaha ha u daaqtagin oo liquun ha odhannina oo garashadiinna iyo caqligiinu baabacada iyo dalqada labada ayay shaqaynine wixii idin hor yimaada kala eega hadimo iyo dhib ma leeyahay mise waa tayibaad wanaagsan oo manfaco iyo ku gelinaya nafaqo wax kastood aragtaba haddaad shidood cunto hadhow waa lagaala xisaabtamaya yaa ayuha annaasu dadow kuluu cuna mimaa shaygii fil ardi dhulka dhexdiisa yaalla xalaalan xaalu yahay xalaal tayiban oo weliba naftiinna u roon walaa tattabicuu ha raacina khutuwaati shaytaani tallaabooyinka ibliis ha ku dayanina awrkiina awrbaas ha ku xidhiidhinina innahu shaytaanku lakum idinkoo insaanka ah caduwun cadaawu u yahay mubiinun oo muuqdo oo cad eh waa digniin ilaahay tabaaraka watacaala aadamaha dhammaantii isagoon u kala soocin uu kula taliyey wuxuu ilaahay leeyahay ibliis in ilaahay wuxuu yidhi ibliisku innamaa in kale ma ahane ya'murukum wuxuu shaqo ka dhigtaa inuu idin amro ya'murukum wuu idin amraya bisuu'i qaladku idin amraya walfaxshaa'i waxa isha iyo dhegtuba diidee xumaanta ah buu idin amraya xumaanta iyo wixii qaldan buu ibliisku ka shaqeeya idinkana idinkula soo eeranaya wa an taquuluu wuxuu odhan wax ka shaqaynaya uu idin amraya an taquuluu inaad ku hadashaan cala allaahi ilaahay ka sheegtaan maa laa taclamuuna waxaydinaan aqoon u lahayn inaad ilaahay ku dhiirataanood ka been abuurataanna waa farsamooyinkiisa waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah nimanka gaalada ah ee kutubta hore aanaysta waidaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahum gaalada ittabicuu raaca mushrikiinta iyo gaaladii hore haddii lagu yidhaahdo kuwa gaaladaa ittabicuu raaca maa anzala allaahu shaygan ilaahay soo dejiyey qur'aanka ah qaaluu waxay odhanayaan bal iska daaye inaanu kaa raacno ma yeelayne eh nattabicu waxaan raacaynaa maa shaygii alfaynaa ay aanu kala kulannay maa alfaynaa maa wajadnaa wixii aanu ka soo gaadhnay ayaanu raacaynaa calayhi dushiisa iyagoo ku sugan aabaa'ana aabbayaalkayo waxay dushiisa ku sugnaayeen ayaanu raacaynaa bay odhan ilaahay baa u jawaabo wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'uhum oo hadday aabbayaashood ahaayeen laa yacqiluuna shay-an hadday garashaduba ka maqnaydna walaa yahtaduuna oo aanay hanuunsanayn ma lagu daba xidhiidhinayaa un wamathalu aladiina kafaruu kamathali aladii yancicu bimaa laa yasmacu halkan aayadahan soo socdana wuxuu ilaahay miithaal inaga siinayaa gaalka gaalnimadiisa ku adkaystay iyo qur'aanka iyo waxyiga dhawaaqaya miithaalka isu leeyihiin ninka gaalka ah ee ilaahay towxiidkiisa loogu yeedhayo asaan dan iyo heelo ka lahayn ilaahay towxiidkiisu kama duwana
neef xoola ah oo ninkii lahaa markuu neefku yara durkaba u qaylinaya neef loo qayliyey macnaha iyo ujeeddada loogu dhawaaqaya miyuu fasiri karaa miyuu garanayaa maya sidaa oo kale ayaa nimanka gaaladiina marka xaqa iyo towxiidka laga hadlayo dhawaaq unbay ula dhigan tahay mana fahmayaanoo inay fahmaan ma rabaan yaa ayuha aladiina aamanuu wamathalu aladiina kafaruu haddaan idiin tusaaleeyo gaalada tusaalahooda waxay la u dhigmaan kamathali aladii sidii ruuxii yancuqu u dhawaaqaayay bimaa shay buu u dhawaaqayaa bahaa'im ah laa yasmacu maqal uu wax ku kala sooco lahayn ilaa mooyaane ducaan dhawaaq unbuu maqlayaa wanidaa'an iyo yeedhmo xayawaankaasi yeedhmo iyo qaylo baxaysa unbuu maqlayaaye ma bahal ka soo carar baa la leeyahay ma jarkaha ka dhicin baa la leeyahay ma dib u soo noqo baa la leeyahay waxba kama fahmayo xayawaanku sidaasoo kale ayuunbuu gaalku ula dhigan yahay marka qur-aanka laga hadlayo summun bukmun cumyun waa asam summun waa jamac asam baa mufradkiisa bukmun waa jamac abkan baa mufradkiisa cumyun waa jamac acmaa baa mufradkiisa summun waa dhagoolayaal bukmun waa aflaawayaal cumyun waa indhoolayaal oo indhamahayaan fahum iyagu laa yacqiluuna saddexdaaba nin waayey caqli halkuu uga imanaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo rasuulba rumeeyeyow si gaara hadday gaaladii diideen inay hadimadii iyo dhibtii iyo wixii khayrkaa kala soocaan oo wax walba ay liqayaan idinku sidoodoo kale ha noqonina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo rasuulba rumeeyeyow kuluu waxaad cuntaan min ayibaati wixii ka mida ayibaadka oo maa kii ka mida rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay ashyaada aan idin siinay waa wax la cuno una odhanina iska daya oo iska eega wixii arsaaq dayiba aaquuta markaad dheregtaan ee gaajada reebtaanna washkuruu lillaah ilaahay idiin sakhiray ugu mahadnaqa in kuntum waa haddii aad tihiin iyaahu isagoo keliyahuun tacbuduuna kuwii caabudaya innamaa xarama calaykum almaytata innamaa in kale ma ahane xarama allaahu ilaah wa idinka maanaco idinka xaaraam yeelay calaykum dushiinna almaytata neefkii bakhtiyey waddama dhiiggii dareeraha ahaa walaxma alkhinziiri iyo hilibka doofaarkaba waxaa kaloo laydinka xaaraam yeelay wamaa shay kasta oo uhilla loogu dhawaaqay markii la gowracayo bihi shayga ligayri illaahi cidaan alla ahayn wax kale iyo asbaab kale wixii loo gowracoon ilaahay dartii ahayna ee ilaahay waxaan ahayn loogu gowracay bismi llaata bismi cuzza iyo wixii lamida lagu gowracay taana caqiidaday dhaawac ku tahay ha quudanina faman ruuxii idurra u baahda ruuxii loo dhibgeliyo oo matalan bakhti buu ku yimi isagoo aada u gaajoonayo naftu inay ka haadaba uu u dhow yahay wuu u baahday ruuxa caynkaasee waxyaalaha aan maanacay wax ka mida ay baahidu u geyso hayra baaqin isagoo ruuxan loo xalaalaynaya waa inaanu ruux arlada fasahaad ku faafinaya waa inaanu ahayn matalan nin baa intuu qori qaatay buu dariiqa istaagay jidadgooyuhu muslimiinta u samaystay deedna wuu sahay go'ay neef bakhtiya ayuu la kulmay looma ogola isagoo inuu neefka wax ka cuno hadduu cunana dembigiisii horuu dembi kale ku darsanaya sababta oo ah wuxuu meesha u joogaa islaax maaha waa ifsaad weey markaa ruuxii fasahaad isagu qorshihiisu uu yahay idiraar looma ogola sababta oo ah uguma xoogaysanaya cibaadada rabbiye markuu dhargo wuxuu rabaa dadka inuu laayo uu furto markaa baaqi weeyaanoo arladu fasahaadinaya ibaaxadan looma ogola isaga walaa caadin ruuxii xadgudub ku jira ee wixii intuu uga baahnaa in kaloo siyaadaa baan ka qaadanayaa taana lama ogola laakiin labadaa shardi markii laga reebo ninkii ay baahi u geyso falaa ithma calayhi wax dambaaba guudkiisa ahaan maayo hadhow aakhiro bakhti baad cuntay la odhan maayo matalan adigoo halkan fadhiya oo raashin cunaya ayaad ku margatay raashinkii wax kale oo dareero oo kuu dhoweyna ma jiro khamri baa meeshan ka dhow haddaad intaad ka bato iskaga dejiso margashadii waa idiraar waa waxaad u baahatay intaa inkad markii raashinkii kaa dego inaad dana sii qurqurisaan lagu ogolaynoo aad xadgudub aad ula timaado caadintu waa taas weeyaan
intii aad uga baahnayd in ka badan de ha qaadanin. Haddii marka aanad baaqina ahayn fasahaad wada caadina ahayn oo xadgudub ku jira labada hadaanad ahayneed baahan tahay falaa ithma calayhi, dembi kama saara isticmaalka masalooyinka aan xaaraamayn. إن الله إلهي غفور دم بدافع رحيم نحرس بدوي. إن الذين دولك يكتمون قرنيا ما أنزل الله وحي إلهي سودجي من الكتاب كتابك حقي سأهاضي أما من الكتاب كتابك كم إذا هاضي ضدك إلهي دينتي سقرنيا ويشترون بدلنا إبسنيا به كتابك ألا ثمنا قليلا مال يري الدنيا يركب دل قاضنيا كو عين كاسبا إلهي ليهي diintii ka been sheegaya oo dad u xalaalaynaya waxaan xalaal u ahayn waa sida Soomaalidu hore u jirtay qaalin bixiya qiil ma waayo qaalin bixiya qiil ma waayo xun baan ku luqluqaya hadaad qaalin isiiso ana qiil ku helaya bay oran jireen isuu adduunye yar iyo qaalin u heesho iyo yahuuddu markay midalan asayaan sifooyinka rasuulka iyo diinta islaamka kitaabkooda sheegaya markay qariyeen wax kale ugama jeedina culimada yahuuddu waxay siraahdeen waxa waayi doontaan ikraamkii iyo hadaayaadkii la idin keenay jiray way ashtaruna ya gadanaya bihi diinkii alla ku gadanaya samanan qaliilan maal yar ku bedel qaadanaya ulaaika kuwa sidaa yeelay ma yaakuluna ma qudanayaan fi butunihim calooshooda ma geynayaan illa naar naar umbay cunayaan walaa yukallimuhumullah ilaahayna hadal naxariis leh kula hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha macnaa kalaam oo dhan ilaahay xaggiisa ka maqli maayaan loogama jeedo laakiin kalaam ay ku doogsadaan ay ku naaloodaan ma helayaan maxaynu saa u leenahay ilaahay markay cataabaan aakhiro naarta ku jiraan muxuu ku odhan doonaa qaal akhsauu fiiha walaa tukallimuun shib dhahayo ay baa tihiin sida aydaan idinla hadlaya marda manaha ila hadlina waa kalaam naxdin iyo cadaab ah marka waxaa la leeyahay walaa yukallimuhumullah ilaahay kula hadli maayo culimada diinta iibsatay yowmal qiyaamati maalinta qiyaamaha kalaam naxariis leh walaa yuzakiihim rabbina sida muslimiinta dunuubtii ay galeen uga tahirayo ugama tahirayo walahum cadaabun aliim culimada diinta iibsata cadaab aad iyo aad u damqasho badan ayay leeyihiin sababta oo ah naftiisa waxaa ku dayanaya boqolaal boqolaal qof oo caamo ah ayuu u sabab noqonayaa inay diinta ka habaabaan ulaa'ika kuwaas sidaa yeelay cadaabka aliimka ale alladiina waaduulka ishtarow gatay addalaalata baadi bay qaateen oo iibsadeen bilhuda hanuunkii ay arkayaan ayay baadi ku bedel qaateen washtarow way qaateen alcadaaba cadaab bay ku qaateen oo ay ku bedesheen bilmaqfirati ayagoo dembi dhaaf rabbi heli kari lahaa ayay cadaabkii rabbi ku doorsadeen famaa asbarahum cala annaar allowi kuwa famaa maxay baa asbarahum uga dulqaad badnaan doona cala annaari naarta korkeeda markay naarta yimaadaan alla maxaa ka dulqaad badnaan doona bimacnaa haddaanay dulqaadan cid allaaliya cid u naxariisanaysaa ma jirto way ku qasbay inay dulqaataan sababtoo ah de gurmadba uma hadhin famaa asbarahum allow maxaa uga sabir badnaan doona cala annaari waa hanjabaad halkii ugu dambaysay daalika arrinkaas in la cadaabo ah culimada diinta ilaahay iibsatay waxa weeye biana allaha bisabab sababtaas cadaabka noocaasa loo siiyey ana allaha ilaahay nazala alkitaaba bilxaqi kitaabkii alle oo xaqa buu ilaahay soo dejiyey fakatamuuhu markaasay qariyeen sidaasay cadaabka iyo cuquubada ay ku mutaysteen culimadaasi wa ina alladiina kuwa ikhtalafuu fi lkitaabi kuwa kitaabka ilaahay isku khilaafay lawallaahi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi fii shiqaaqin baciid khilaaf aad iyo aad u fog ayay diin islaamka kaga sugan yihiin ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هذا الكبير جوجين وايين مران كبير قوي وايين مركي بيت المقدس لغا سوچي استي اي بيت الله الحرام كلو سوچي استي مركاسا إلهي ليه هاي إحسان كي يسمى فالكي أورنمو ما وحو كسو أوروري بيت المقدس كتشيتسو بيت المحرام حرام كوتشيتسو ما انت أسنبا إذنكو إحسانيو وناك أتقانين ixsaanku waa tiro badan yahay jihada loo jeesto waa ka tiro badan yahay marka maxaa uga dhiganaysaan mashruuc qiblada la jeediyay oo keliya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa albirra samahii kuma urursana an tuwalluu wujuuhakum inaad wejiyaalkiina qaabilsiisaan
قبال المشرق جهاد مشرق عاد عيد كسو بحدو والمغربي اما حلقه كدحدو حقا او جيسيا حقا كلا او جيسو سموه انتاس كما اورسنا با الهي ليس ما اهانن البر وناقي سما فلككما اورسنا ان تولوا ان جيدسان وجوهكم وجيالكين او جيدسان قبال المشرق جهاد عاد عيد كسو بحدو والمغرب وجهة المغرب إن الحق أوتي ستان بمعنى لابد الجهو كليا ما هي أفرت بين الجهو مدى دونتان با أوتي ستو أو وح معناه بري أو هل كاون كليا بر كليا بأي نجرين معنيه دو دا إنتا ما أهبا إلهي لي ولكن سيش البر وناقو من آمن بالله وناقو حكو سقناضي من روحي آمن بالله روحي إلهي الرمي واليوم الآخر مالنت آخرنا الرمي والملائكة الرمي والكتاب كتابك الرمي والكتاب كتبت إلهي ودنبا اللوج إذا الرمي والنبيين أنبياء إلهي ودن أنك لقادنا الرمي وآت المال مالك بحي على حبه أي مع حبه مالك أو تعليه أيها الدنا إلهي درت ولبحي يوسين يا وأتسيي المال مالكي على حبه سقم كدن دنين وقلبك وكجدا بعي حب المال أيها الدنا نفتي قصبيو كدجو ييو وبحيي ذوي القربة ضدك قرابة أصاحب كأهاب سيي واليتامى أجنتي بسيي والمساكين مساكين تبو كقودي ومن السبيل ضدك سفر كأهاي صهيد كدر ما تبو وحكسي والسائلين كوي تكتمي إبريو تمي دور سنة قرفي سنة أي وحكسي وفي الرقاب ضدك أدنت أهاي قرتو ذا له يستبو وحكسي أما لا أصير كأهاي لقفاشي وأقام الصلاة وصلاة نؤوغي وآت الزكاة سكد نبحيي والموفون بعهدهم يكو وعدك قلان يا عهدك قلان إذا عهدوا مرك وعتمان كو وعدك أوفية والصابرين كو صبرا في البأساء مرك أي دعان بأساق بأساق وح مرك الله قوضا وفقرك مرك فقر النعية أبارو وكو أن عتابين قالوا ينوزو قرمدائي بيرهدان مر الله لي مرك أباري ركود عضو إلهي باكدو والضراء وقومك مر الله لي مرك أي ضراء يعود الرأي ما دانا إلهي تبارك وتعالى وإرتا وحين البأس قورت الدقالة دعانا وكو صبرا صدح ذا حال ضدنا صبر بيكو أتاقا أولئك كو صفوينك الذين وادولك صدقوا وكو كقد بي إيمانك انت صفوينك الروح الله انت صو إحسانة جمع صدي ودولك إيمانك وذا كرن شاقي وأولئك قواسي هم إيقوا المتقون وقوة إلهيك عبسنية يا أيها الذين آمنوا آيات قرآنك يا آياتها قصص يعني قصص عضوة وحو إلهيك قوار رمي هلك أمرك دائن كبل لونه وحين هلك كبل الله بين شريعة دي أحكام دينة إسلامك ومرك السورة دي بغرائن الله بأو قيبين قيبتي اللباد هي موضوع اللباد بيفرفر إيسا سورده قيبت كواد وحال لقد ديجي إن مركو هوري سلدقة مسلمين تا لصفيه وعد وقود اللقا صفيه وشهاد عد وقود كحيق الله تلمامه هي كارتوين كعد وقود استعماليان إن لفشليه الله غورمه أو أي فيتش نادان أو قده أمن مركو هوري النقضة سورده إنتي هوري أوردن وحي أقوق الحاليسي قدها مسلمين تؤينوا آمن نقضى وهذه منافقين كتيرو يهودي كتيرو كي أخشقين يأيو كتيران توقع كل تالا تبكى مويدو قل دلولنا موايي ست مركا إلهي وحو يعني إنوغا ورمي مركا هورا إن صفايا عامة إن قدها مسلمين تا رمان هورت الله صفايا مركا أمني آدهشو إي قدها آمن نقضى مركا سات شريعة إلهي فلين كرتا markaasad ilaahay caabudi karta markaasad dhaqaale abuuri karta markaasad caafimaad ka talin karta markaasad noloshaada horumarkeedo dhan ay gacantaada ku jiri karaan laakiin hadii amnigaaga guduhu aanu sugnayn marnaba inaad haybsata asaaga waa mid aan la eegaynin waa qofka binaaadmiga marka hore halku nolosha ka bilaabaya waa in gurigiisu aamiyahay marka gurigaagu aamin noqdo
أي تنشن كأجو دجيا استرسكو كأدجيا مسكح ذادو أي حصل إيسا أفكار تادو أي توس إيسا مركا إلى هاي سورة كلا بركة دوح وكجور رمي صفاية بين المسلمين إن لا صفاية مسلمين تدحدي هذا وهلكي رحمة الله عليه مركي يقولها اللي جاي جبني مدون كي صومالي ذا سيدنا أم الشيخ الورنشري هذا نفق الله رحمة الله عليه وحكي لي السجود الصومالي ذا الله تلنا يا نما نقولي جو آمن أو أهين أجي وادي بدأ جورتا أفقات كي يدي شان أي قد بتشوجا استعمار كجورتا جهاد وجو ألعاب قاتا أنا ذا الرجي إذا كودي أبك هذا جوستا أرد الباقع معها صور طئه أنا فوي ياشا هنيس أورن من أرمي كبقو ألدي حوجا إيمان هداد ليه ذهاي ود آد أدري رئيسه أشا هاي ستانية مرفوعه ويسكو إطال مركا هدان قري جاجو آمن كو أهين نمان قري جو آمن أو أهين إيجي وادي بيت مركا قابك إلهي تبارك وتعالى دولة الإسلام كأول سوا أركيسان أساسك نورش وأمنك يساسك حسينك أمن قبو مركا تعالى هلو بعبادة دينك الضميسا سورة بقرة كالبركة أمنك إلهي كغورمي واتر هدبا يدو أمنك سقمي أيا شريعة دي طبقات دي, دي إلهي كغورمي غورما الدولة دي قفك ظالم أه أي ظلم كسعداء أي أودو يلان كرتا إني وحكا قوته وامركا دي أود لذا أي يدو اسكو كالسون تقودي هيدو لسيهين هدبا وحاتيري تيري انت عن إسلامك إيمانين عربتو ويسوحوك شيغن تيرين يغو عربون أه وانا إسبادي تيرين وباد بي كلاقادي تيرين أو وحي لهايان حيرر قراقوشه آدي آدو قلو عم بي لهايان ريركا تيرادة بدل لي أهل البعسي إهد دقاليها ندا حير قاري لهايان أو وحي أولان تيرين مثلا نمبا لبا أدون با إستيليي مثلا لبا دا أدون أدون كالديلي وحو أدون وها ريركا ريركا حوق بدن أيو أدون وها ريركا ليسي بعد لغا قادي شروع عربتا أهانا ننكن وحديلي أدون كا أيي لهايان وحي أولان تيرين مربا هدي أدون كيني وحنا قديلي أنقو أدون كالديلين ميني مد إذنك كميدو حران الديلينا ريرك حوق بضان اي وحباضي هدي قبر لقديلو قبر كالديشو أو ريرك انكالي ضعفادي قبر كميدي اي كديشو وحي أولان تيرين موالنتين موحان وقصاصنا إنا قبر دا يدي قبر وقصاصنا ميني نين إذنك كميدا أيان وقصاصنا إنا بي أولان تيرين أو قبر دا يدو وحي أولدقان تا نين إذنك كميدا أدون كي يقول أوح أودق ما حر إذن ككمدة قابنا وعاصو محانك إلى هذا قانون الغاب أو كلا نكيرون الرئر كهو أرى بل استعمال شري وأنا مدبر بس على جسور دغم شري حكم كي عين كأهاب إلهي مر هذا أود الإسلام كأي حوجة ستي وحل لي هاي تاس شقين ما يسون عدالة با شقين إسا في تحت راية الإسلام علن كإسلام كعدالة با لجوه سنولانا يا نين وليبا وانينكي وديلي با لو قصاصايا نينا نينا انو وخبا او غيسنين دنبي لوغو قبسن مايا يا ايها الذين امنوا كو الهي الرسول برميهيو كتب عليكم وحال ايدن كفر اليالي كركينا القصاص ان لا يسقط غويو او لا يسقصاص في القتل وحي لديلي القتل رجنا ولا استعمالا دمركنا ولا لو استعمالا امراه قتلى يا رجل قتلى وارى لبد الرحبا ددغي لبود كبا سداسي او وداغان قتيله الاورن ما يا غبنا امراه قتلى ام باد اورن يا رجل قتلى مركا الهي و هو يري وحا لا يدين كو واجب يلي القصاص ان ليس قصاص في القتلى روحي لدلي الحر حر كبا لو قصاص يا بالحر حرته والعبد أدون باليا بالأنثى أنثه أو مثلا قلدن حوق بدن هدي نين خور لغا ديلو أو قلدن لغا حوق بدن نين خورا و دغرت غيستو waxay oran jireen may anagu laba nimaanu dilanayna ninkayaga xorta aha laba nimaanu dilanayna ilaahi wuxuu leeyahay ma soconayso الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى iyada sidaa tahay faman ruuhi cufiya la saamaxo له إسجا من أخيه ولالكي سيء الدلي شيء شيء هدي لجسامحه نبأ واحد دلي ريركي ولجد دلي
أيا كسام حي قصاصتي يا قرقويدي وحين وان كاعفنا إنا كدي لنوئي وحن كاربنا إنا ديان نصيص وعفي هذا روحي واحد ديلي إيه دقرت جيستي إيه ولالكي ديلي هل كان واحد كيف فهمتي مسلم كوين ومسلم كولالكي سيهاي قال الله إسكجل أنا ولا النماذج يعني بيركو جوينينين أو ولا النماذج أي أصل ما يقولي جد بطاي فمن روحي عفية اللي سامحه له إسجا من أخيه ولالكي سيء ديلي الروح اللي سامحه شيء شيء أو قصاص تيء فعليه وحادش يسا فاتباع بالمعروف فعلى العافي روحا وحعفيي دشي سوحا أهاضي اتباع بالمعروف عفسكا وبحيي إنو وناغنا قدره عفسكا وبحيي إنو وناغنا كدبك يمحي مثلا روحي وحاتري كمدي لنا يوئي ديادي إسي واد عفدي ديادا مركات قادته نوغنوغ دنبها كدبقينين هشيس دعاي نوغنوغ لقيمة دبقينين او مركز ميالكو كولانتبا والله إن دهي قاكو قوكو بيسونيكي والالكي ديلمتين ميالو الباعد سلتاك تاو اما با هدو مركز كقادة طمقتي هدنا مرلباد انتا شرقولو دكتا إساقي هدنا اديلتو وحلو باهي اي ماهان هداد اديقو عفقي اختيار كاقا ادكو اقولاتي الهي درتي آخران وحون ديكتاي عفسكا آد بحسي وحا لقار ربا روحي ديادة قادنا ييو فعليك دوش هذا وحا صارا واجبا اتباع بالمعروف إن أد وناقنا قدرته وناقا وحا كمدا ديادة آد وكسينا يهدي آد وحكو عفدو تراهضو ورنيو بقول كي هلا آد يسينا يسي سقاشا با يسي وعفي آد سبع عفدو أما با آد مركا آد عفدي آند مرضا بهذا الكاتب صوقادن تاسورت واعدي وحفدي بيدوش هذا تاي والجاني نينك جانيك إيه دقر قبها أنا عليه دوشي سوحا هذا أداء إنو بحيو إليه قفكا سامحي أوصيو بإحسان سوانا كتيرو مكتي مركات بحين إيسان اللي اندي يدي وحي كبدشين مكتي سيدي إلهي ووقي بيي وبحيا أو قيل كيس هكردقنا سومالي وحي رهضان مركي مكتب بحين إيان نفبا نفكو كليتو أي حرادة كسو سارا ننكي محو كوقان عيا كولكا نين دنبا كمقا روح دنبا كمقا كي كلي ديلينا ووعف يوحو دي آنوكو وحبا ديقاقا كفالي ماي دي إسي دي دينا مركاسا لغو سقو قولي أو مركاسا قيل كيس لوكيني كلاوضا نوعا قار محان كورا عدقبا إيا قار عنددو دو أي قوانتاي إيا قار كود إيا قار بقبا أي لوس السعية قفكي مركا وحوش أرانا يا والله وحقيرا يا أو والله ويا ريسنا يا لأن مركا سي سمضى بهاش أدو ليس هدي اللي جو عفيه أدقونا بهاشها علويننا سي إحسان كتيرو مقطع بح هم مرمرين الروح مقطع كقولها إلا نحب نحلي بيسوك عنا يساي لعن الله وحلا إلى الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فتنة ويه ردا عدي قوتش قوتشيسات توسيسان على دكورة عيسى ورداد أديكو أو دجر قبي أو كجوم مقي هاي هبل هذا نج مقتي لجو حكومة عادسل عيسى تاسي وحي نقول عيسى ده ورن كنيك كجود رفتا ككجود نقد قاتيا كدرن مركا إلهي وحولا يور قفكي سامح عاد بحية يونا إحسان كه كتجن قفكي دجر تجيستي يونا عليك دش هذا وحى هذا أداء إن أتجدو إليه قفك كسامحي أجده مقتسي بإحسان سشرف يمل جلي إسوق بحعادق نش يعني باش ذلك أرن كان أه إلا إسامح أو ذلك الله إسكسامح تخفيف وفضضين من ربكم حق الرب جين إذن كأعطي مسلمون ورحمة النحريس بنا إذن كسجن ولا بدي دينود إنجه الرئي دين تهرة تورات هدول روح دلو وح مقع أي وح سامح هذه كما فرن شرعاهن دلك دل أمباؤن أها نمك النصارى الله يرهضنا دين تودو ما قريسو هدول روح دلو إن لو دلو وح كفرن أون إن دي لقاتو أما قف كلا سامحه وح كلا أو كفرني مجرو ما أنت هداد أفر ستان عالمك
awooda nasaarada ayaa ku badan hadday Mareykan tahay, hadday Faransiis tahay, hadday Ingiriis tahay, hadday Jarmal tahay, waxaa gaalada reer Yurub oo dhani waxay aanaystaan waa diinta nasaarada. Waxay caalamka oo dhan ku fardiyeen in wax qisaas la yidhaahdo aanay dhicin. Caalamka wax dil la yidhaahdo, qofkii qof dila waa in jeelka lagu hayaa, saasay ku odhanayaan. Lama dili karo. Caqiiday darafta ku haysaa waa diin, diintooda ayay inagu dabaqayaan, waana caqiidadooda. Yaa waxay tidhaahdaa qofkii qof dila loo dili maayo, tiiba innaga inooga dhigeen xeer caalamka oo dhan lagu dabaqo, waana diintoodii weeyaan. Marka Ilaahay wuxuu leeyahay inaad cafido qofkii wax kaa dilay oo aad ma qaadato ama aad iskaba saamaxdo, saddexdaa waj baa diin Islaamka ku bannaan. Waana takfiifun min rabbikum, waa takfiif Ilaahay idiin fududeeyey, wa raxmatun iyo naxariis. Faman ruuxii ictada, ruuxii xadgudba, bacda daalika, intaa ka bacdi markii la kala bogsaday ee magtii la kala qaatay ee la heshiiyey, ninkii naxli dambe soo mirkiciya, falahu cadaabun aliim, kaasu cadaab daran 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 buu yeelan doonaa baa Ilaahay. Magtiina waad qaadatay, haddana qofkii waad dilatay, magtii baad bixisay, haddana intaad ciidan u kaxaysataad geeliiba soo ceshatood soo dhacday. Marka labada qayboodba ruuxii ictidaa iyo xadgudub labada dhinac la yimaada ee arintaa dib u aloosa, falahu cadaabun aliim, walakum, dadoo waxaa idinku jira fil qisaasi inaad isqisaasataan, xayaatun, noloshiinay damaanad u tahay. In qofkii qof dila loo dilo, noloshiina damaanadeeda weeyaan, xayaat baa idinku jira. Oo ruuxa wax dilaya hadduu og yahay in isna loo dilayo, isna wuu badbaadayaayoo dilku ka maagayaa, kii uu dili lahaana waa daynaya. Markaa dee labadiiba way noolaan. Laakiin haddii uu yidhaahdo wallaahi inaan shilin shilin laguu soo ururin, oo dabadeedna si ihaana loo dhafoorka uga toogto, dabadeedna hadhow marka la yidhaahdo wiilkii keena 300 oo wiil oo ilmaaday radiyo gadaal ka maraya, dee orda ka soo qaato. Marka sidaa la yidhaahdo dee waxayna yataabad bay noqonaysaa, kuma boqolaal kale oo aan dhiiggaysan inay dhintaan bay noqonaysaa. Halkay xabad keliya taagnayd ayaa boqolaal ku dhimanayaan. Xabad keliya halkay taagnayd, waxaan u soo taagnaa oo aan ergadeeda galay meel laba reer isku laayay, nin baa nin dilay, deedna waxay yidhaahdeen ninkii unbaan rabnaa annagu idinka idinma doonay ninkii nasiiya. Waxay yidhaahdeen 300 oo wiil oo ilmaaday radiya xagga dhabarka marsaday orday oo ka soo qabsada. Hal maalin guliheed ayaa 120 nin dhinteen hal maalin. Maalin labaadii baanu gurmadkii ugu tagnay, xarshin bay ahayd, waa la wada joogay. Hal maalin baa 120 wiil labada dhinac ka dhinteen, nin bay taagnayd, 120 bay tagtay maalintii labaad. Taas miyaanu Ilaahay ina lahayn? Walakum fil qisaasi xayaat, inaad qofkii wax geysta uun isaga ku gaar yeeshaan noloshiina ku jirta. Yaa ulil albaabi, dadkii caqliga lahaayo, lacallakum tattaquun, haddaad shareecada Ilaahay fulisaan oo nin walbaaba wuxuu dembi geystay aan lagu caawinin, alla Ilaahay taqwadu markaasay saldhigi doontaa. Kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowt, halkan aayadahan soo socdana wuxuu Ilaahay kaga warramayaa intaan Ilaahay aayadaha dhaxalka qaybiya soo dejinin. Sidii intii ka horreysay qofka muslimka maalkiisa sidee loo qaybsan jiray marka uu dhinto, intaanay soo degin aayadaha suuratu Nisaa waxay ahayd qofku markuu dareemo inuu xaalatu sakaraat uu yahay waa inuu dardaaran qora. Aabahay intaasiiya, hadduu nool yahay, hooyaday intaasiiya, caruurtayda hebel intaasiiya, saasay u dardaarmi jireen. Dardaaran baa ku waajib ahaa. Ilaahayna wuxuu yidhi dardaarankiina cadaaladda ha ka tegina. In badan baa haddana ille waa basharoo bini aadmiye, qalinkoodii uu sabqay oo dardaarankoodii jawr iyo xaq darro dardaarmay. Goorta Ilaahay ina tusay inaynaan ka cadaalad fari karin qaybinta dhaxalka ayuu Ilaahay mas-uuliyadda inooga naxariistay oo inaga wareejiyey. Ilaahay baana hawsha qur'aanka soo dejiyey, sidaasaana loo qaybinayaa. Ilaahay uu inaga kafaalo qaaday. Qaar baa waxaad arkaysaa ilaa hadda markay sii dhimanayaan odhanaya inankaa aan dhalay dhaxalkayga waxba kuma yeelanayo, caasibuu igu ahaa, miyuu kaa magansanayaa? Ilaahay baa u qaybiyey. Markaasaa kuwii dhaxalka looga tegayna odhanayaan aabbahayaan ugala dardaarmo, wuxuu nagu yidhi hebel dhaxalka waxbaa ka siinina. Isaguna wuu dambaabay oo aakhiradiisii wuu gubay.
kuwan dhalkii ninka kale ka qadiyeena iyana waxay ku jiraan aakhira waa iyo dhalka wa taakuluna turatha akla lamman bay soo galayaan mar haduu ruuxaasi dhinto ninkaas waxa ka baajin kara uu hadii ruuxan maanta nooli uu gaal yahay gaal muslim de kama dhal galo ama ninka nooli hadaanu sababta ninkan dhintay isagu lahayn oo aanu dilin oo qofku haduu qofka dilo dhalkiisa deema yeelanayo qofka midalan dhalka u taagan haduu adoon yahay dhalka ninka dhintay saddexaasuma qofka lagaga maanici karaa dhalkiisa ninki adoon maaha ninka dhintay sababteeda muu lahayn oo muu dilin hadaba ku dhacday masaladii saddexaadna waxay ahayd waa kaafirka saddexdaasi isma dhal galaan markaasuu odhanayaa iman inankaasi caasibu igu haya dhalkayga iyo qaadanin kan amarka fuliyey iyo kaa amarka bixiyey labaduba waa caasiyaal weeyaan marka intaan ilaahay ay naga kafaalo qaadin qaybinta dhalka sidii wax loo qaybin jiray ilaahay inooga warramaya kutiba waxaa la idinku farliyaa calaykum dushiina idaa xadara haduu soo xaadiro axad mowtka uu galo waxaa la waajiba in taraka haduu ruuxaasi ka tegay khayran waxuun maal ah khayrkaasi imika waa maal waxaa ku waajiba alwasiyatu inuu dardaarmo lilwaalidayni labada waalid hadday nool yihiin walaqrabiina iyo sokeeyihiisa bilmacruufi si cadaalad ah xaqan cala almuttaqiina dardaarankaasina xaqan waa waajib cala almuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada inay dardaaran cadaalada ay dardaarmaan baa laga rabaa haddaba ninkii wuu dardaarmay markuu dardaarmay si cadaaladii ku jirta buu u dardaarmay dadkii goobjoogayaasha ahaa ee dardaaranka ka qorayay ayaa wax qalday oo dardaarankiibay ciwajeen oo qaldeen qofkii dhintay miyaa loo raacayaa qaladka la sameeyey maya ciddii aanadaa geysatuun buu ilaahay u raacayaa ee dardaarankii saxda ahaa wax ka bedeshay faman qofkii badalahu bedela dardaaranka bacda maa samicahu intuu markhaati ka ahaa dabadeed uu maqlaayay fainamaa in kale maahay ithmuhu qaladkaa dhacay dambaabkiisu cala aladiina kuwii buu saaraanaya yubadiluunahu bedelaya ina allaha samiicun caliim ilaahayna waa maqle caliim ah faman ruuxii badalahu dardaarankii bedelay ninkii maalan qorayay ama qofkii markhaatiga ahaa ayaa wax ka bedelay dardaarankii ninkan dhintay bacda maa samicahu intuu ruuxan maanta noole wax qoray uus ama markhaatigaa markuu maqlay dabadeed ayuu dardaarankii bedelay bedelaadaa dhacday fainamaa in kale maaha ismuhu dambaabkaa dhacay shaygaa la bedelay dambaabkiisu cala aladiina kuwii buu saaraan doonaa yubadiluunahu bedelayay ina allaha ilaahay samiicun caliim samiic weeyaan caliim weeyaan hadday dhacdo marka ruuxii dardaarmayey ayaa jawr dardaarmay xadgudub buu dardaarmay ninkii dardaaranka looga tegey hadduu saxo xadgudubkii oo uu waafajiyo shareecada dembi miyay tahay taasi maya dembaab ma ahan nin baa wuxuu ku dardaarmay maalkayga intaa khamri ha la siiyo ama maalkayga intaa doofaarro ha lagu quudiyo doofaarta ha la siiyo ثلثكي أنو أن لها دوفار تانو وقفي بوكو يلي مثلا ثلثكي أنو أن لها كنيسة هلو قدسو أيو مثلا يلي واجور عرورتي سيقار كمدا يوقدي قار نو درقي واجور هذا با عدي قوبشوغ أهيد أرنتا وحكا قريسي أما مرقاتيك كأهيد هدي أي ددكي دحالك لها إسوكو يران وأي رهدان آبهين جور كاسو دردارمي maantana camalkiisii wuu hayaa isagana naar ka badbaadiya idinna uurkiina xaaraan ha gelinine sidaasaa xaqiiqadu teesaa aan ka dhigno oo sidaa dadna ku dhexdhexaadiya kaasi waa khayr faman khaafa ninkii cabsada min muusin ruux dardaarmayuu u cabsaday janafan inuu jawr iyo xadgudub ku socdo muusi waa ka dardaarmaya ayaa looga baqay inuu jawr ku dhaco aw ithman ama uu dembaabo jawrku waxa weeyaan qalad aanu isagu u kasin ayuu dardaarmayaa mathalan aw ithman ama qalad uu u badheedhayo uu garanayo ayuu dardaarmayaa miday tahayba ninkii sidaa dardaarmay ee arrinkaa lagu ogaado kii maqlayay ee ka cabsadayna fa aslaxa arrinkii hadduu dib u hagaajiyo baynahum dhexdoodii dadkii dhaxalka lahaabuu intuu isugu yeedhay ayuu jawrkiina u tilmaamay dhexdoodiina wuu islaaxiyey qofkaasi miyuu dambaabayaa laa falaa ithma calayhi qofkii ixsaankaa falay
ee ruuxi qabriga galayna badbaadiyay kuwa na xaraan uga baay ee badbaadiyay dambi ma laha inna allaha ilaahay ghafurun na dambi dhaafe rahimun na xariis badan weeyaan ya ayuha alladiina aamanu kuwa ilaahay iyo rasuulba rumeeyayow kutiba calaykum asiyaam ilaa waxaynu hadda dhex socon doonaa waa axkaam iyo shareecadii islaamka iyo wixii lagu dhaqmiyey cibaadadii sababtoo oo ah dowladdii islaamkana waa la dhisay see maxaan ku dhaa amnigii gudahana waa la adkeeyey cadowgiina waa loo xub samaystay oo waa la iska difaacay axkaamtii baa markaa la fulinayaa soomkii baa markaa aynu ka warramaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu duulka ilaahay iyo rasuulba rumeeyayow kutiba calaykum waxaa dushiina lagu faral yeelay asiyaamu soom baa ilaahay idinka raba soomkaas haddaan caawa oo dhan ka sheekeeyaysan ilaa manfacadiisa casharka inaga dhammaanaya soomku qofka muslimka ah wuxuu u yahay caafimaad oo noloshiisa oo dhan firfircooni buu geliyaa caqligiisa iyo maskaxdiisana wuu sifeeyaa calooshiisana wuu sifeeyaayoo 11 bilood calooshii soo shaqaynaysay waxa weeyaan ka bedelaadii saliidda maalan gaadhiga haddaad ooliyo ku shubto rijiinkiisa oo ay ooliyadaasi gubato asaad ka bedeli weydo maxaa dhacaya dee gaadhigii waa uu duqaynayaa waa bir ruuxaasi maxaad u malaynaysaa harag bini aadmi iyo muruqii bini aadmiguna wuxuu u baahan yahay in ooliyada laga bedelo oo calooshii la sifeeyo oo jidhkii dib loo isticmaalo kaydkii la isticmaali waayey ee meesha ku baariday in dib loo isticmaalo oo xubnihii qaldamay oo dhan ay dib u howlgalaan ee la howlgabay marka ilaahay wuxuu inoo qorsheeyey hal bil inaynu iska saarno wixii qashin ahaay oo dhan 11 biloodna si miisaamo wax loo cuno yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rasuulba rumeeyayow kutiba calaykum asiyaamu waxaa laydinku waajibiyey soom idinka idinku gaar ma aha kamaa sidii oo kale kutiba loogu faral yeelay cala aladiina min qablikum kuwii idinka idinka horreeyey iyaba saasaa soom laga rabay lacallakum tattaquun inaad ilaahay ka cabsataan baa la arkaa yahuud soomka waa lagu faral yeelay laakiin markii ilaahay soomka ku faral yeelay 30 maalmood waxay yidhaahdeen maya annagu hal maalin keliya ayuun baanu ka dhiganaynaa hal maalin baan soomaynaa nimanka nasaarada la yidhaahna 30 maalmood baa ku waajib ahaa markay 30 maalmood soomeen ayaa markii dambe ayay 10 ku darsadeen 4 bay ka dhigteen iyagu min cindi anfusihim waagii dambe ayaa nin boqoraho u talin jiray ayaa nadar galay ilaahay oo haddaad cudurka iga kiciso waxaan ku faral yeelayaa ummaddayda oo dhan inay 7 maalmood ku daraan soonka deedna 7 ku daray waxay noqotay 7 iyo 4 bay noqotay waa dambe haddana nin madaxdoodii ka midihi intuu qabsaday meesha ayuu yidhi waa maxay tirfigan meesha ku jira balanga faylkani tiradan dhammaystirayaa anigu 3 ka dhiman baan ku darayaa 10 bay ka dhigeen 10 markay ka dhigeen ayaa waxay yidhaahdeen hadaba sidaynu u soonaa waxay yidhaahdeen mar haddii 10 aynu ka dhignay oonta xoolaha aan ka soono caanaha iyo hilibka iyo wixii maxaan ku dhaa dufanle aan ka soono waan soomanahay bay odhanayaan buskudkii bay cunayaan bariiskii qalalaa bay cunayaan khudaartii bay cunayaan noocaasay markaa soomkoodii ka dhigteen ilaahay markaa wuxuu yidhi soom baa laydinka raba haddaad soontaanna alla ka cabsi waa la hubaa inaad alla ka cabsi aad helaysaan sababta oo ah qofka muslimkiihi wuxuu ku tababaranayaa nafta inuu xakamayn karo nafta inuu maamuli karo nafta inuu miisaa yacni xadhig uu ku xidhan karo iyadoo cuntadii arkaysa buu ka qabanayaa iyadoo biyihii arkaysa buu ka qabanayaa iyadoo baahideedii arkaysa buu haddana ka qabanayaa nafta markaa waxay noqonaysaa wax adiga ku daba socota oo aad maamuli karto waxaana kuu qarqarsiyayaa waxa weeye soomka ilaahay soom buu idinku leeyahay wuxuu idinku leeyahay anta suumo inaad soontaan ayaaman maalmo macduudaatin waa ayaamo la tirin karo ayaamo tirsan ayaa soonka laydinka raba bal ka warrama haddii ilaahay ina odhan lahaa sanadka oo dhan waa inaad soontaan oo inta aad ciid soo jeedo aydnaa waxba cuni sanadka oo aydin noloshiina ama uu odhan lahaa 6 biloodna soomanaada 6 biloodna cuntadiina iska cuna intee in la eg baa wahni iyo itaaldarra inagu dhici lahayd
aad bay nuur rafaad lahayd laakiin wuxuu ilaahay ku sar jaray inta uu jirkaagu ku sifayn karo haraagii cuntadii 12 bilood aad waday haraagiisi waxay ku baxaysaa maxaa ku dhahdaa 30 maalmo ama 29 ayaman kutiba alaykum siyam siyam baa laydinku waajib yeelay ayaman maalmo ayaa laydinku waajib yeelay macduudaatin oo tirsan hadaba faman kana minkum maridan waliba iyadoo soomkii waajib idinku yahay baa haddana ilaahay naxariis ku darayo wuxuu yidhi faman kaana ruuxi ahaaday minkum muslimiinta ka mid ah maridan oo buka aw amase calaa safarin tubku joog ah oo safar ah facalayhi dushiisa waxaa laga rabaa ciddatun tiro oo min ayaamin ukhara maalmo kale uu ka buuxiyo shan maalmood baad bugtay ilaahay baa ku caafiyey bilaha dambe shantii maalmood ka dhammaystir shan maalmood ama 10 maalmood baad safar ahayd waad iska afurtay bilaha kale uun 10 maalmood ka dhammaystir min ayaamin ukhara faciddatun facalayhi dushiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin ukhara maalmo kale ah وعلى الذين دولك يطيقونه أود أولا إن صومان فعليه دشيسة فدية طعام مسكين وحان كربا إنه فدية سيو مسكين عن تديس أو بحيو انت أن عرب كساري لبقى البيع لماذا إسلامك كليهين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لبقى البيع لماذا إسلامك أي كي راهدين ابن عباس يرقل لمدك أي وحي راهدين آيدو من نسخناه وحا لغا ودا عدي كاري كرتا إيه لكن دباتا اي كو كيني كرتو سيدي اوديغي غبوبي او كالي اما اسلانتي غبوبي او كالي واي كاري كرتا لكن هداي صومتو اما او صومو ضعف بدن باكو ايمان ايو او ودي سيبا اسلم ايسو اركتي دي سيبا وحسو غاري يانو عافمات كي ايا وحكرن ما يانو عدو ردي بو انو قلان ايا ما دام الدفاعي سي چلكو او هوسي waxaa la mid ah ruuxa buka ee haddana bukaan socodka ah ee kari kara inuu soomo xanuunka uu qabaana xanuun muslimin oo aan baxayn uu yahay laakiin markuu soomo xanuunkii uu u haadsanayo soomka oo daciif uu ka dhigayo uu soomi karaa laakiin waxaa nuglaynaya soomo yacni cudur soomku wuxuu u yacni nuglaynayaa cudurrada markaa ruuxii bukay bukaan aan baxaynin iyo ruuxii gaboobay labada ruux oo kari kara inay soomka iska daayaan baa u bannaan booskeediina fidye ay bixiyaan halkii maalin beddelkeed inay sacabadaas mugood labadaada gamcoodood isku qabatay muggeed oo raashin khayriina inaad bixisaa lagaa rabaa taasi waa qowl oo aayadda wax nasakhaadii kuma jirto eh cidda loo ogolaaday inay fidyada bixiyaan waa ciddii kari karta laakiin dhibaata ay ka soo gaadhayso cudurka soomka da uu gaboobay darteed ama cudur daa'ima sida matalan dadka qaarkood baa macaan bay qabaan macaankaasoo gaajada aanay u adkaysan karayn dadka qaar baa macaan qaba gaajada u adkaysan karo macaanka kala noocya ah dadka qaar baa dhiikar qaba dhiikarkaasoo u adkaysan karan in yar inuu biyaha ka maarmo ama cuntada dhiikarka qaarkoodna wuu u adkaysan karaa soomka marka macaanka aan soomka u adkaysan karaynin hadduu ruuxu qabo noloshiisa fidyadaas unbuu bixinaya taasaa laga wadaa bay yidhaahdeen qolana waxay yidhaahdeen maayaana eh soomka bilowgiisii markii la bilaabay waxa shareecadu tidhi ninkii kari kara soomka ee laakiin ka doorbida inuu sadaqa uu ku bedelo waanu ogol lahay oo halkii maalinba beddelkeedii waa inuu bixiyaa sacabada mugood soomkiina uu iska daayaa awal alislaam bay ahayd aayadda soo socotaa markaa lagu nasaqayo la yidhi ninkii kari karay ee fidyada bixinayay waan u joojiyey ma bixinaya fidye eh waa inuu mar hadday bishu soo gaadho nolol ku soo gaadho kari karo waa inuu soomaa labadaa qowl weeyaan oo qola waxay leedahay intani waa mansuukh oo aayadda shahru ramadaan ee ka dambaysa ayaa lagu nasaqay oo ciddii kasta ee kari kartay raashinna bixin karaysay awal alislaam saasay yeeli jireen mabay soomi jirine raashinu bay bixin jireen qolana waxay leeyihiin mayana e aayaddu mansuuqa maahay sideeda loogu camal falayaayo odaygii gaboobiya islaantii gaboodiya cuduradii daa'imka ah ee soomka loo nuglaanayay ee xanuunka uu nuglaynayay labadaasaa la rabaa inay fidye bixiyaan iyagoo kari kara hadday dhibaato ku tahay soomka soomitaankiisu haddaba ilaahay wuxuu yidhi وعلى الذين كوي
يطيقون أوذي هو أصامك فعليه دشيزة فدية 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 وحال قربا مدح فرشو كبدلو طعام مسكين مسكين قودين تيزا أيا لقربا في ديدا تاسان وقتشنا فمن تطوع خيرا ننكي زياد سدا خير فهو خير له مثلا أضيق الجبوبي في ديدا بحيني قدر لبضع ساعة مقود باكو واجبة هدي إن إرادة وقدر أنا يسقى يعني خير أطاي ننكي صوم كي هو صومي صدن كي بو كجوي هدو صوم كلو أرد إرادة صومه أو تطوع يسقى خير أطاي انتني وانت لغار ربا اناد صونتو لكن صوم سناء اناد صونتا اديقا امبي خير كوتاي فمن روحي تطوع سياد سدا خيرا خير روحو دوربها هذا ننكي سيادة وكينا فهو خير له إساقي خير الله يضحي وانت صومو اناد صونتان باس خير لكم إذنكو في دياب بحنكرا اناد صونتان با إذنكو عن إن كنتم تعلمون وهدي سرطة صوم كآدوح كقرن يسنوي شهر رمضان وايهي شهر رمضان بشهر رمضان تلاينا ومبتدأ ها الذي وابشي أنزل لسودجي فيه شهر قاعد حديثة القرآن بشهر رمضان تلاينا هذا هودا يملا عننا وحيب لها كرال ديرتاي قرآن كريم كي وابشي سودجي ويا شهر رمضان بشهر رمضان الذي وشهر قي أنزل لسودجي فيه شهر قاعد حديثة القرآن قرآنك هدى حاله يهي قرآنك هنون للناس الددك وبينات عدينه يهي قرآنك من الهدى هنونك والفرقان وقرآنك حق يبادلك كالساري بشاسو سودكي هذه أي صداتي فمن روحي شهيدا منكم روحي يعني مرقاتي يا سوغارة فمن روحي شهيدا سوغارة منكم إذنك كمدا ننكي أي نولوشو كسنتو بشر رمضان عافمات كسوغارة فليصمه هصومه نكي كري كري في ديه ده بحينه في ديه ده هجو تيه او مرها دي صوم كي اوسو غاره عافمان ده اوغيمي فليصمه هصومه في ديه ديه بحينه ومن كان مريضا لكن لبدا وچي وقفكي مركا انو نري قفك استو عافمان قبا اول الاسلام كي هدو في ديه اللي كرسوم كو اسكت دين جري او اسكت دينه تاسي نسخادو تاي هدين لكن انو نراهنو اوديق قبوبه ايو قفك بوكا حكم كودي سيدي بو يسقوا الله نيا فمن شهد انك اي سوق من سو حاضره او منكم اذا كم اذا الشهر بشان انك نولل كو سو غاده صومي كرا فليصمها صوم ومن كان مريضا روحي بك او على سفر اما سفر هذه فعليه دشيس عده تران كربنا او من ايام اخرى مالمها كلا بلاها كلا او كدمايستري يريد الله الى هو اذن لربا بكم اذنك اليسرى إنه نلوش إذن سهل ولا يريد مرّب إلهي بكم إذنك العسرة إنه كذيد يعليس إذن سار وحاكلوا إلهي الربا ويريد الله إلهي وحو إذنك إذن الربا لتكمل العدة إن اعتراض صومك أدما استرتان هذه شن يلواتن مع الموت آسونتي وشن أعد سفر كاقتكي شن تكالون دما استر ولتكمل العدة وحال إذنك الربا إن اعتما استرتان صومك مع المهنسة oo sidii yahuuda ay raahdeen anagu maalin kaliyan soomayna oo maalintee soomaysan maalintii fircoon la halaagan anagu soomayna way raahdeen oo intii kalena khalas waa iska deynay sida la idin kama rabo idinku inaad tiraahdaan tirada sidii yahuudi u kala dhintay ha u kala dhimina tirada sidii yahuudi u yaani nasaara ay u kordhisay ha u kordhina antum ummatun wasata ummad dhaxdhaxaadabaatiin nimankii nasaarada soomkoodii way karaar dhaafiyeen nimankii yahuudahaana maalintii caashuurada ay ku koobeen idinku sidaa ha yeelina waxa la idin ka raba li tukmilu al-iddata tirada inaa buuxisaan wali tukabbiru allaha inaad ilaahi weynaysaan cala ma hadaakum xaqa uu idinku hanuuniyey inaad ilaahi ku weynaysaan oo amarka qaadataan walacallakum tashkuruun waxa laga yaabaa xaqiiqa waxa ku tiin inaad haddaad shareecada qaadataan aad iyo aad u mahadin doontaan وإذا سألك عبادي عني وحي إلهي ليه هاي أدومها يقو هديك ورصدان وإيكو إلى هذا قاب كي يسيديبان إلهي أتوبنا مقاب ميانو دواغنا يو آد بانو أيرنا مركان إلهي بريينو مهوس بانو دواغنا مركان إلهي آن وحويدي سنينو سؤاشا مركي كويديان مسلمين تو وإذا سألك هديك كويديان عبادي أدومها يقو عني آنيك هديك ورصدان وإيكو إلى هذا سيدين إلهي أبرنا قل واحد كده فإني أنا جب إلهي ليه قريب
أحدكي أدوبان هاي أجيب وان أجيب يا دعوة الداعي روح أي بريا بريدي سوان أجيب يا إذا قرت دعاني وي بريا هذا هذان أنا قب بريدو دي ديار وهي إن أجيبه وأنا وحبابه وقبه هنا العبادة دودا سئان وأجيبه فليستجيبوا لي أنا جنا هاي أجيبان وأمر كي جها قاتن وليؤمنوا بي هنا الرميين لعلهم يرشدون هذا يصدى يعلان ويهانون يام بأي لهيري أو إلهي وكعابد ما يأمر كأجنا قادن ما يباهي إذا مر كان كوي يدنا يأجيب وحسقبنا يماهن وحل لكم ليلة الصيام الرفث آيات القرآن كاهي وح إلهي كجور رميا مركي إلهي صوم كواجبي سنة كي هراء وح إلهي وكحرام يا للمسلمين تا بشر رمضان أو دن إن هوان كودلا معامل أوضان وأي فراش أقطع كان ضبطنا رجع قار كود بيس حاشين كرواي وهبين أردون تي مركز إلهي أرنتي كور رميا ولاي هاي بشر رمضان وقت قد سومنتين موياني هبينكم مركود دمو نكي مرادو يشا إنو حاسكي سلامو عاملو دو وان إذين فصحي قال الله تبارك وتعالى إلهي وحييني وحل لكم وحل إذين حلالي إذنك ليلة الصيام هبينك الصومات ما لنتي حد ماها ليلة الصيام هبينك الصوم كا الرفضو إنا حد حدتان دمركينا إلى نسائكم دمركينا حد حد شدو دي وان إذين أقول يهي سببتو آه هن هاوينكين لباس أستر بإذين يهين لكم إذنك وأنتم إذنكنا لباس أستر بأوتهين لهن إياك علم الله إلهي وحكور هيا أنكم إذنك كنتم من أهاتين تختانون أنفسكم كوا النفط وذا خيامين هيا وهبين هبين إنا أدستين وان إذنك ور هينا أو تاسنا إذنكم بيد الدم بقيدة لا إذنك قاد لها يدو الدم بقاء قشان فتاب عليكم إلهي دسك أدستين وإذنك سامحي وعفى عنكم وانا إذنك عفية وانا إذنك توبت أقبلي فالآن ما أنت إحلق الله قبل الله وآيادة نسودكتي باشروهن لم باشروهن قد يالله إلى الله معاملوهن هوينكين وابتغوا أولي ومركا الله معاملوهن إسان فراشك قصدقينها أهادو ما كتب الله لكم وحي إلهي إذنك قرأ أبدا إناد هو داد إيو باهيد هذا ونجد تنيه دادو يين نقننه إن إلهي أبد حلال كاسيو وإن النيه دكشتا وابتغوا كرات سدها وينك ما كتب الله لكم وحي إلهي إذن قدر عرورنا قستقينها آهات استعمالكم وكلوا انت هبينك تهيعونا واشربوا هبينك انتو تشوغ عبا حتى يتبين إلا وإذنك لصعمو لكم إذنك إذنك لعدادو الخيط الأبيض حرق عد وكاغ عدادو من الخيط الأسود حرق مدو ومن الفجر كبيانسن حرق عدي حرق مدو وحانو قد جيدنا ومقدق هبينك إيا إفتينك أرور نمو مركيك لصعمان فرج يعني فجرك وقت كان لقا قارو انتي كوه الرئيسة معاملاتك نائس كوتا حتى يتبين لكم إلا ويدينك لسعمي الخيط الأبيض حرقيب عداء من الخيط الأسود حرقيب مدوباي ومقدق هبينك الله قوضو إيا إفتينك مال النمضو إنت إذينك لبحيان ومن الفجر أو لقاقارو وقتك فجرك أنو قتشينو مرك فجرك أسد الله ثم أتم الصيام صومك حجي أو رميسترا إلى الليل إلى قبل كدنبي هيا وإنت عاد عيد سوچيدو كتشوغ وحي لينك حرامي علي ولا تباشروهن وحكم كلاس دحان او هدي ان معتكف تاي مساجد كان هذه اعتكاف سنتاي اما رمضان ها اهاتو اما غير كيد ها اهاتي هدو اعتكاف كو خنين يحي اعتكاف كنا وا عباده سنه او اادو فضل بدن او رسول كينونا انو جدي عليه الصلاه والسلام ددكي سلف صالحنا ادي اد ايو استعمال جيرينو روحوا انتم مرركه قاركود iyadoon rabadaan ba ahayn adduunyada iyo lurkeeda iyo hawsheeda iyo qeyladeeda iyo buuqeeda intuu ka soo nasto ayuu gogoshiisa masaajidka dhigan jiray muddo isagu markaa isku yaani qorsheystay ayuu masaajidka iska joogi jiray halkaas aan cuntadiisa loogu keenin jiray mano bixbixi jirin markaas aan qalbigiisu sifaysmi jiray waxa la yiraahdo i'tikaaf ba la yiraahdo rabadaan iyo qeyrkeedba waa mas'ala furan oo cibaada wala tubashiruhunna haweenkiini هلا مباشرة نينا أو وحيد دمر رجع وحيد دمر كدوني شريها كرادي نينا والحال أنتم إذنكم عاكفون في المساجد مركز مساجد كاعتكاف سنتهين هوينكينا وحيدينا أو حق دقن كا هلا يلانينا تلك حدود الله وسيره وهي حدود إلهي تاسي فلا تقربوها هو قد بينه هو دواننا
فلا تقربوها ودواننا كذلك سداسا يبين الله إلهي إذن كعدين يا آياته كذلك سداسا يبين الله إلهي وعدين يا آياته آيات كيس للناس تدك وقعدين يا لعلهم يتقون لا أرك هذه آياتها إلهي أي فهمان إن الله كعبس أي لي ما دان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هل كان إلهي وحي نقارك الريبية وحي لأورنج ري لالوشك إن قف مسلمه قف كلو مسلم حوله سأكر هذه حاكمك إنو لالوش سيء كان لالوشك بحنية إيا كان لالوشك قادنية إيا ككدحشقين إيا لبدأ إسأفكران سينية الراشي والمرتشي والرائش أي الله يرهضا صدح دوا ملعونين وي ننكا الرشوضة قاتي حاكمك iy ninka rishwada bixinaya iy ninka raaishka u dhaxeeya ee labada u kala dab qaadaya wala taakuluha unina dad muslimo amwalakum malkina ha ku kala unina baynakum dhaxdina bil baatil si baatil ah oo xaq daraa xoolaha ku kala qaadanina ku qabso ku qadimayside iyay dhicin wal xaal markaad waliba xoolaha raadinaysan baatilka wal xaal tudluna aad u dhaadhicinaysan u raaridaysan biha maalka ilal xukami xukamta ayaad u raaridaysan الدلو وحال إلى هذا قفك بن آدمك التدلي الإدلاء وهذا أنت مركا لقرر دعنا يا عيالك أي إدلاء الله إلى هذا مركا هذه الشير لألوشك الله بحنا يعني أنت هوس يرر ريسا مركا ساتسير هوس هوس أي أقول الله بيسا يعني أنت بعد مركا ريسا سيع الله هو أرق حاكمك مركا أنت أقول الله بيسا سيدي وحد وهذا عيال كرر ريسا نوكالي مالكيني حكامته هو ريسا maxaa ugu raaridaysan xukaamta maalka li taakulu si aa u cuntaan fariiqan qayb oo min amwaalin naasi dadka kale xoolahooda ayaad rabtaan inaad cuntaan bil ismi dambaab aad u bareedheen walxaal antum taclamuun weliba aad ogtihiin maalka aad ku goosateen laaluushku inuu xaaraan yahayna waad garanaysaan yas'aluunaka can ilahi llati qul hiya mawaaqiitun linnaasi walxaj walaysa albir wallahu subxaanahu wa tacaala aclam